شفنا الإعلام المنافق بتاع أحمد موسى وعمرو أديب اللي هو يخلط الأوراق الحلال بالحرام بالحاجات بالمدني بالعسكري. شفنا الإعلام المتصهين اللي بيتبنى الرواية الإسرائيلية وهي شيطانة حماس. نروح بقى لأخطر أنواع الإعلام في رأيي، وهو الإعلام الخبيث المسموم، وده أخطر أنواع الطابور الخامس اللي بين لك إن هو وطني حكيم، بس في نفس الوقت بيوصل رسائل، وفي نفس الوقت بيعمل على توصيل الرسائل دي اللي بتخدم إسرائيل وبتخدم مخططاتها. النموذج ده بقى عندنا الكاهن الأكبر ليه هو عماد الدين أديب، عماد الدين عبد الحي أديب، اللي بيعتبر الهجوم على حماس عار. حلو اهو، لكن في نفس الحلقة بيردد نفس الاتهامات المتفبركة ضد حماس اللي هي بيرددها إبراهيم عيسى إن حماس شيطان. نشوف كده عماد الدين أديب. الليكودي أو الصهيوني العرب اللي هو فكرة إيه؟ إنه حماس دي إخوان وحماس دي كارثة وحماس دي تبع إيران. حينما يكون هناك طرف مقاوم في حالة حرب من العار وهو يحارب، إن أنا الآن أبقى كل جهدي في توبيخه أو التقليل منه أو محاولة إن أولع فيه. لا، كتائب القسام أو وحدات القسام هي أصلاً جزء متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، بل هي جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. لما شفناهم على أسطح في ميدان التحرير في ثورة يناير من ضمن القناصة اللي كانوا موجودين فوق، وفي قتلى ليهم في العمليات اللي تمت في سيناء وموجودة بالأسماء وبالصور وبالأسلحة وبالموتوسيكلات وبمخازن السلاح وبالتمويل. معلش، هو ما تيجي هنا، هو اهدى شوية يا عماد كده. اللي كانوا على الأسطح موجودين بالأسماء وبالصور وبالتواريخ وبالحاجات، فين ده بقى؟ فين؟ عندك في البيت ولا انت مخزنه في حتة يعني؟ بالأسماء وبالصور؟ هل رأى أحد منكم، سيبك من هل رأى الحب سكارة، هل رأى أحد منكم صور لجماعة الإخوان على أسطح العمارات في التحرير؟ تم تورونا. وبالأسلحة؟ بس شفت عماد يقول لك من العار إنك أنت الحقيقة من العار إنك أنت تشيطن جماعة حماس، بس في نفس الوقت يطلع يقول لك معلش أصل إسرائيل والتوطين والحاجات. ما أنت ما عرضتش الجزء الثاني صح؟ يعني ما عرضتش الجزء الثاني مني. يعني يطلع يقول لك من العار انك انت تشيطن حماس، بس في نفس الوقت لا، اصله برضو التوطين وانت مجبر ودول مش عارف ايه والحاجات والجو. عماد الدين اديب يبان وطني وهو بيقول ان اللاجئين احنا ما تعرضناش دي خطا تاريخي. اعرضها كده. قسام او وحدات القسام هي اصلا جزء متحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، بل هي جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. لما شفناهم على أسطح في ميدان التحرير في ثورة يناير من ضمن القناصة اللي كانوا موجودين فوق، وفي قتلى ليهم في العمليات اللي تمت في سيناء وموجودة بالأسماء وبالصور وبالأسلحة وبالموتوسيكلات وبمخازن السلاح وبالتمويل. هنا عار إنك تتهم حماس وتولع فيها، هنا هي جزء من المشهد بتاع 2011 الوحش اللي هو فتح السجون واللي هو الأسطح العمارات. طب أنا الأستاذ حافظ المرازي كان اتكلم على الفيديو ده إنه الداخلية اعترفت بإنه جات لهم أوامر بإنه فتح السجون في 2011. اعرض كده الفيديو. من ضمن ال 12 سجن حضرتك في سجون تم فعلا اقتحامها من الخارج، ده موضوع غير قابل للنقاش، هو سجن المرج وسجن اللي بيتكلم تحت مين؟ المقدم عمرو الدرديري مدير مباحث سجن أسيوط. أوكي؟ العب. باقي السجون هربت إزاي؟ يسأل في ذلك قيادات مصلحة السجون اللي كانت موجودة في هذا التوقيت. واللي تستشف حضرتك من رد على السؤال ده اللي حصل معنا تحديدا في سجن المنيا، كان يوم 14/2، وكان أيامها اللي هو محسن مراد اللي هو مدير أمن القاهرة، حاليا كان مدير أمن المنيا. وانا طبعا حضرتك عارف كانت انقطعت كل الاتصالات بيننا وبين قيادتنا في المصلحه من يوم 28 يناير، لكن احنا ومعايا ضباط احسن مني موجوده في السجن لان احنا حاسين بالمسؤوليه. خدنا احنا الاجراءات بتاعتنا من غير ما احنا نرجع لحد، وقعدنا بيتين في مكتبنا 38 يوم متصله بالكامل،
فوجئت يوم 14/2 اثناء محاوله الهرب، كان الاربع اوض اللي مفتوحين بحوالي 150-160 مسجون فقط اللي كانوا موجودين من قوه 1500 مسجون في سجن المانيا، وخطفوا اربع افراد خدوهم كرهينه وسيله ضغط علينا عشان يهربوا، وكانت مفاتيح السجن كلها معايا. وصل الله محسن مراد خلال 10 دقائق تقريبا من اخطار محاوله الهرب. طلبت من سيادته ان هو يديني ضابط امن مركزي بالغاز فقط عشان الم ال 150 مسجون وسيطر على الموقف. فوجئت بسيادته رفض تماما، كررت الطلب عليه اكتر من مره عشان ما اطولش على حضرتك، رفض تماما. في خلال فتره رفضه قعدت حوالي ساعه الا ربع تقريبا. طبعا انا عارف ان المساجين اللي جوه بتكسر الاوض على زمايلهم وبتخرجهم، الى ان وصل عدد المساجين اللي خارج الغرف من 186 اوضه اتفتح عندي 113 اوضه بما فيهم نزلاء الاعدام والنزلاء شديد الخطوره. في اللحظه دي انا كان بيتبادر لذهني كل الكلام اللي كنا بنسمعه من يوم 28 يناير عن الاهمال والضباط المتعمد. انا كنت رافض الكلام ده، وكنت واحد من الضباط لا يمكن اصدق يعني ايه ضابط يسيب مكانه او يعني ايه ضابط يفتح سجن. لكن عشان اكون صريح مع حضرتك ودي شهاده امام ربنا، ان في اللحظه دي من الموقف المتخاذل اللي هو محسن مراد وهدوء الاعصاب الشديد اللي هو فيه اللي مش متناسب اطلاقا مع الموقف وخطورته اللي احنا فيه، جه على ذهني الكلام اللي انا كنت برفضه. ورحت لسيادته قلت له يا فندم انا جيت لسعادتك اكتر من مره، سعادتك جاي تعمل ايه هنا بالظبط؟ قال لي اتفضل خليك على مكتبك بره وانا هتصرف. حضرتك من ساعه ما جيت انت ما بتتصرفش في حاجه، وبعد اذن حضرتك اللي في دماغ سعادتك بالحرف الواحد يا استاذ حافظ اللي في دماغ حضرتك مش هيتم عندي. قال لي يعني ايه؟ قلت له على سعادتك ما فيش مسجون هيهرب من سجن المانيا الا على جثتي. في اللحظه دي الافراد اللي موجودين كلهم حسوا فعلا ان هم كل ما حدش لهم جبان. فوجئت بيه راح سيادته مديني ظهره وراح متصل بالموبايل بتاعه قال لي اتفضل يا بيه كلم. مين يا فندم؟ قال لي عدلي بيه فايد. كلمت عدلي بيه فايد على التليفون، اؤمر عدلي بيه. قال لي يا عمرو يا ابني انا اخوك الكبير. قلت له يا فندم انت صاحبك استاذنا امرني. قال لي انا خايف عليك يا ابني، اسمع كلام محسن بيه واطلع بره وسيبه هو يتصرف. قلت له يا فندم كل ما حد يكلمني يقول لي خليك بره خليك بره، للمره الثانيه بكررها لحضرتك انا مش هسيب مكاني ومفيش مسجون هيهرب من سجن المانيا، وكان معانا ضباط جيش تشرف وضباط امن مركزي وقوات امن في المانيا تشرف بدون ما اذكر اسماء عشان ما اسببش لحد فيهم اجراء، وابقى انا لوحدي اللي متحمل نتيجه هذه المداخله التليفونيه فقط لا غير. ولغينا محسن بمراد واقتحمنا العنبر وربنا وفقنا وطلعنا الاربعه اللي مخطوفين من جوه وثلاث مساجين توفاهم الله. دي الشهاده للتاريخ يا عماد بيه اديب، دي الشهاده للتاريخ يا ابراهيم بيه عيسى، ان اقتحام السجون كانت خطه من الداخليه، وان حماس ملهاش علاقه بالقصه دي. والدليل الاكبر كمان ما دي حد من الداخليه هو كان مدير سجن وقتها وبيتكلم على قيادات كبيره زي عدلي الفايد ومحسن مراد. الدليل كمان انه عباس كامل اللي مشغلك راح استقبل او كان في ضيافه قيادات حماس وعادي جدا زي الحلاوه. اما الاخ عماد الدين اديب اللي بيقول لك انه احنا عندنا الصور ومخازن السلاح واسماء الناس اللي كانت في اسطح التحرير، فلو ذكر طلعها. احنا بقالنا 11 سنه 12 سنه 13 طلع الصور. عماد يبان وطني يقول لك ان قبول اللاجئين خطا تاريخي، لكن يكمل يقول لو عملنا كده أمريكا هتزعل، هتزعل مننا وإحنا عندنا التزامات وصندوق نقد وغيره ومديونين. في الآخر أنت مضطر إنسانيا لقبولهم. هو ده عماد الدين أديب بالظبط. اتفضل. قدامها في وجهة نظري نظريا، وأنا ما بقولش أديني من الأول قلت لك إن مصر لن تقبل، لكن في علم الاحتمالات الافتراضات العلمية لو قبلت تبقى ارتكبت خطأ تاريخي، وحاشا لله إن هو القيادة المصرية توافق على ده. وإذا رفضت صنفت في القوى الغير متعاونه، وهم اصلا مش بلعنا من يوم 30 يونيو 2013. فهنا انت في وقت داخل في محادثات مع جهات دوليه بتخش بتحارب عشان تنمي اقتصادك عشان تنفتح على العالم، عندك مليون الف قضيه وقضيه في هذا الوقت، انت دوله اقلها مش معاديه لا غير متعاونه. الخوف بقى من ايه؟ اللي انا خايف منه انه يجي يقول لك العمليات زادت، يعني بعد 6 شهور بعد 8 شهور تيجي مذابح اكثر من اللي موجوده دي 10 اضعاف وتستحيل الحياه. الضغط الانساني والضغط النفسي والضغط السيسي كقائد وطني لا يمكن يقبل، لا يمكن، مستحيل، وحاشا حاشا لله انه يقبل. بس هو لو ما قبلش هيبقى هنا راجل مش متعاون ويبقى عدو. هما مش قابليننا من 30 يونيو، وانت برضو عندك يعني شويه صندوق نقد وعندك شويه فلوس وديون وبتاع. اديب يبان قلبه على اخواتنا ووطني، هو بيقول لازم نوصل مساعدات لاهلنا في غزه، لكنه في نفس السطر يقول لو دخلناها معناها اننا بنحارب اسرائيل وامريكا واحنا مش قدهم. هو نفسه عماد الدين اديب. مساعدات زي ما حضرتك اتفضلت بواسطه الجيش المصري.
أنت مسؤول، أنت مسؤول رسميا وفعليا ومنطقيا أنك تصل بالمساعدات إلى بوابة المعبر. دخولك فيها مخالف لاتفاقية كامب ديفيد، دخولك ليها مخالف للأعراف الدولية، دخولك ليها يعتبر خرق لأمور كثيرة جدا. إلا لو جيت ورحت مطلع البيان رقم واحد وقلت إن أنا بلغي اتفاقية كامب ديفيد، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، إن أنا بعمل خط أمن من منطقة كذا لمنطقة كذا يدخل في مدينة غزة، ده يعني أنك دخلت عازل أرض مباشرة، إعلان حرب مع دولة إسرائيل. هو ده عماد أديب، كل شيء وعكسه. حماس مقاومة محترمة، حماس فتحت السجون وتبع الإخوان وعندنا أسماءهم. هو ده عماد أديب، لازم ندخل لغزة المساعدات، لازم، لأن ده واجب وطني وإنساني، بس لو دخلنا هننضرب إلا إذا أعلننا إسقاط كامب ديفيد. هو ده عماد أديب، مش حاجة. هو ده الطابور الخامس اللي هو يوصلك لمرحلة لو سكرت ربنا هيزعل مني وهيبقى اعتبرها ذنب، بس لو ما سكرتش هتقطع عني عيشي وشغلي. اي عماد انت بنعمل ايه يعني؟ ايه الحل يعني؟ نولع في حماس؟ عيب، مش وطنيين برضو. طب نحب حماس؟ عيب، هم السبب. الطابور الخامس للاسف هو اخطر علينا من اسرائيل ونتنياهو. انت تعرف عماد بيعمل فيك ايه؟ بيحطك في الخلاط. عارف انت البسترة سخن سائع، تصل لمرحلة ان مالكش قرار، سيب غيرك ياخد القرار بقى. هو ده المطلوب، ان الشعوب تتخطخط كده، ان انت وانت قاعد في البيت وانت بتسمع عماد اديب يحصل لك كده تربلة. ايه ده؟ ايوه صح، ده صح، ايوه ايه ده وده صح، ايه بقى؟ طب بص يا جماعة والنبي انا تعبت، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. وهو المطلوب، وده دور الطابور الخامس، ودي نتيجة عملية البسترة، انك انت تصل لمرحلة ان مش قادر اخد قرار. يا جماعة خدوا انتوا وانا موافق على اي حاجة تعملوها. الطابور ده اخطر علينا من اسرائيل والصهاينة ونتنياهو. الصهاينة العرب والمنافقين العرب والخبثاء العرب في الاعلام اللي ضربنا بيكم، ضربنا لكم نماذج ليهم دلوقتي، النهاردة بيتكلموا بلسان عربي مبين. اه والله، لكن قلوبهم واهدافهم عبرية اسرائيلية تخدم مصالح اسرائيل، وتبرر سفك دماء أطفالنا ونسائنا وأهلنا في غزة، وتمهد كويس قوي لتصفية القضية الفلسطينية. وده زي ما كتب أستاذ العلوم السياسية الدكتور مأمون فندي، اللي كتب وقال: لدي رغبة في حرق المراكب كلها والجسور كلها التي بنيتها طيلة حياتي مع أناس بني أدمين يعني كنت أتوسم فيهم الحد الأدنى من شيم العروبة وقيمها، وفوق كل ذلك قيم ديننا الحنيف. من حقك أن تنتقد الفلسطيني الملقى على الأرض أشلاء مع أطفاله، ولكن بكل هذا الفجور، هذا ما لا يحتمل. الخلاصة يا حضرات، احذروا الطابور الخامس العربي، احذروا الناس اللي بتتكلم بألسنة عربية ولكن قلوبها عبرية، احذروا الألسنة العربية التي هي أشد تطرف من الإسرائيليين. هم دول الأخطر علينا من الحرب البرية وقصف الفانتوم والإف 16. هم دول اللي قال عليهم الراجل إيميليو وهم داخلين مدريد. هم أربع طوابير عسكرية صحيح، أو أربع فرق، بس عندنا طابور خامس، والطابور الخامس ده هو الأشد، هو اللي بيلعب في قلب العدو، في قلب مدريد. وكده نجح الانقلاب العسكري في أسبانيا، نجح صح بالضغط العسكري، لكن النجاح الأول في قلب مدريد بالطابور الخامس، إنك تبلبل الناس، إن الناس ما تفهمش إيه الصح من إيه الغلط، إن الناس تصل لمرحلة إن أنا مش عارف أخد قرار. وده دور الطابور الخامس، ويسيب بقى مين اللي ياخد القرار؟ السيسي ومحمد بن سلمان.